بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني الكرام مرة أخرى. طيب أنت أكيد جه في ذهنك إحنا إزاي نتعامل مع الدروب داون ده، وكأنه نحن عايزين نحط له تايتل ونحط له بادنج ونعمل له كل الحاجات اللي إحنا بنعملها في التكست فيلد والفورم فيلد لو تفتكر، وده بيتوفر أوريدي معاك، بيكون من خلال الدروب داون، دروب داون بوتون فورم فيلد. أوكي طيب لو جينا هنا اخدنا كل المحتوى ده، اوكي، اللي هو داخل الدروب داون على طول، كوبي بيست بالطريقه دي، وحذفنا كل الكلام ده، ورحنا هنا حذفنا الايتيمز واضفنا كل الكلام ده هنا في الداخل. لاحظ هنا عندي الاليفيشن مش موجود، والاسدنس مش موجود، والايكون سايز، اذا ده كله هيتم حذفه وهنكتفي فقط بالهنت والاون تشينج والفاليو والايتيمز. طيب اوكي هنعمل هوت ريلود ونشوف مع بعض. هيطلع معايا الدروب داون على هيئه انبوت وهياخد اندرلاين عادي جدا، احنا ممكن نحذف الاندرلاين مفيش اي مشكله. طيب تمام، اخد الاندرلاين زيه زي التكست فيلد والتكست فورم فيلد، وبيسري عليه كل الكونسترين او قوانين الفورم فيلد سواء كان تكست او تكست فورم فيلد. اوكي يعني تكست فورم فيلد او تكست فيلد. تمام طيب نيجي هنا نبص هنلاقي الديكوريشن، تشوف الديكوريشن على طول تعرف انك تقدر توصف فيها كل الاتريبيوتس اللي انت بتستخدمها مع التكست فيلد والتكست فورم فيلد. طيب لو جيت هنا فتحت معاك هلاقي انبوت ديكوريشن، احنا خدنا الانستنس ده واتكلمنا عنه قبل كده، وبنلاقي جواه بروبرتي زي الفوكسد بوردر والفيلد الكونتنت بادنج والليبل تكست. طب خلينا ناخد الليبل، نحط مثلا نقول هنا فو، هنعمل هوت ريلود ونشوف مع بعض الليبل هينزل فين. لاحظ هياخد ليبل 4. طيب تمام اقدر اعمل له ستايل واقدر اعمل له اللي انا عايزه. طيب ايه تاني؟ عندي ممكن اضيف له البيرفكس بادئه. اوكي طيب البيرفكس عندي ده من نوع ويدجت، خلينا بعيد عنه، احنا عايزين حاجه جاهزه زي البيرفكس ايكون. اوكي طيب هقول ايكون، سوري ايكون، ايكونز دوت مثلا اي حاجه. اوكي طيب هنجيب اي ايقونه بس نحطها هنا على الدروب داون عشان نشوف شكلها عامل ازاي. لاحظ دروب داون شغال او ليها ايكون وكل حاجه وزي الفل، وليها كمان تايتل او ليبل تكست، واقدر العب في الليبل تكست ستايل، واحنا خدنا الكلام ده قبل كده. الاسدنس اهيت ما بقتش خارج الدروب داون بوتوم فورم فيلد، بقت داخل الديكوريشن، واقدر اخليها ترو. خلينا نعمل هوت ريلود مرة تانية. لاحظ حصل تصغير لحجم ومساحة الدروب داون. طيب سيبك من الاسدنس دلوقتي. عندي ايه تاني؟ ده البيرفكس، احنا خدنا البيرفكس بجميع الاتريبيوتس او البروبرتي بتاعتها. طيب عندي البيرفكس هنا ويدجت، اقدر استغنى عن البيرفكس ايكون واستخدم ويدجت بشكل عام. ممكن طبعا احط صوره، احط ايكون، احط تكست، احط اللي انا عايزه هنا في المنطقه دي، متاح ليا ان انا اعمل اي حاجه. طيب كذلك برضو السافكس، ممكن احط سافكس ويدجت او سافكس ايكون، يعني الدنيا عندي برضو ممتازه. السافكس هيكون من الناحيه دي في اليمين. تمام ممتاز جدا. طب احنا عارفين السافكس في كل استخداماتها. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الفيلد، ممكن استخدمه كفيلد او فيلد انبوت، ان هو يحصل فيه انيميشن او اكشن من الداخل كده لون معين، فلما ممكن اقول له هنا ترو. اوكي هعمل هوت ريلود، هيديني خلفيه هنا في الدروب داون اهي بالرصاصي، حصل او ما انا اضغط عليها يحصل افكت من الداخل. طيب اقدر احط الفيلد كلر، اقدر، او الفيلد كلر، ادي الكالرز دوت وايت، ادي اللون الابيض، عادي جدا مش مشكله خالص. طيب هعمل هوت ريلود ونشوف مع بعض، هيديني خلفيه الانبوت باللون الابيض. طيب عندي ايه تاني؟ عايز اخفي الاندرلاين ده. طيب ده بيكون عن طريق البوردر، اجي اقول انبوت بوردر، برضو خدناها قبل كده، دوت نون، على طول هيخفي لي الاندرلاين، وممكن اعمل حاجات كتيره جدا. تمام اذا كده اصبح ان انا ممكن احول الدروب داون ل تكست فورم فيلد وادي له نفس الخصائص واعمل له ليبل وادي له حاجات كتيره كده، وفي نفس الوقت اقدر اتعامل مع الديزاين او اليو اي بتاعه بكل
سهولة. طيب عند الكاونتر ده ممكن يبقى التكست اقول له اكس واي زي هيظهر لي في الاسفل. طيب ده طبعا كاونتر ويدجت. طب لما اقول كاونتر تكست، لاحظ هاجي هنا اقول بار. اوكي طيب تعال نشوف هياخد هو ستايل ستاندرد بشكل او هنت كده من الاسفل. طيب عندي البادنج الكونتنت بادنج ممكن اقول له ايدج انسيتس اول واقول له مثلا صفر، صغر البادنج اكتر. لاحظ بيصغر اكتر معايا، عايز اكبره اخليه مثلا 10 هيكبر ويبقى 10 من الداخل، التباعد الداخلي طبعا اتكلمنا عنه قبل كده باستخدام الانسيتس اول. طبعا ممكن استخدم الاونلي ان انا استخدم ليفت ولا رايت ولا توب ولا بوتوم كده زي ما انا عايز. طيب ايه تاني عندي؟ يعني انا كل الحاجات دي انا شرحتها قبل كده متهيألي. عندي الانيبل بوردر والايرور بوردر يعني بيسري عليه كل قوانين التكست فورم فيلد والتكست فيلد. ده كان درسنا. وطبعا هنا في ايكون اقدر اضيف له ايكون، خليني اجي اقول لك ايكون سوري ايكون ايكونز دوت. ممكن اختار الماب دي مثلا اي حاجه تمام بس نثبت فيها. لاحظ اصبح ان الايكون عملت زي تصغير لحجم الفورم فيلد او الدروب داون فورم فيلد اوكي او الدروب داون بوتون فورم فيلد واخدت مساحه لوحدها. طبعا اقدر اتعامل فيها واحط الشكل اللي انا عايزه. يعني عندي الايكون هي بتاخد مساحه لوحدها على عكس السافكس والبيرفكس بيكونوا من داخل الانبوت نفسه. طبعا في حاجه معلومه اخيره، الدروب داون بوتون فورم فيلد بياخد ويدز 100% اوتوماتيكلي من مساحه الاليمنت اللي هو راكب عليه سواء كان على الصفحه نفسها او على البيج نفسها اللي انت شغال فيها او على عنصر داخل البيج، فياخد 100% من نفس مساحة العنصر نفسه بشكل تلقائي زي ما شفنا هنا. نشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.